بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحبتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمشيئة الله تعالى اليوم هنعمل أو هنركب أصغر عبوة عطور ممكن حضرتك تلاقيها في السوق. أصغر عبوة عطور، أصغر عبوة عطور أهي قدام حضرتك، أهي أصغر عبوة عطور ممكن يعني تلاقيها في السوق، اللي هي هنسميها كام دي، بتاخد 10 ملي، 10 ملي بيسموها قلم عطور. يعني ده بيتحط كده عطر كده وبيتحط في الجيب، بيتحط الفك الأوتوميزر بتاعها اهو، ده بيتحط العطر هنا، دي 10 ملي، دي 10 ملي. وبعدين بنبدأ تحط الأوتوميزر وتقفل، وبتحط الغطا اللي هي غطا اللي دي طبعا مصنوع بلاستيك، وبيتحط في الجيب، قلم جيب للعطر كده. الناس اللي هي بتبقى عايزه دايما تصطحب العطور معاها على طول، فبيبقى زي قلم كده معاها في جيبه على طول. دي 10 مللي. في عبوات تانية زي ما احنا اتفقنا قلنا حضراتكم، ده 20 مللي، ده 20 مللي، وفي بينهم وسط اللي هي 15 مللي. هتلاقوا ايه يعني الفرق، يعني في الازايز الحجم واحد، بس الحجم الداخلي للازازه اللي هي ال 15 بيكون اقل من الحجم 20، رغم ان دي ممكن تبدو اصغر. طبعا الكلام ده بيبقى حجم التصنيع، الزجاج نفسه بيبقى سميك والفراغ من جوه بيكون يعني اقل، فكون دي بتاخد 15. عايز تعرف ازاي بتعبرها، تعبرها بالسرنجه وتعرف، والناس اللي بتشتغل في العطور عارفه الكلام ده، يعني بيكون عارف بالخبره، عارف دي بتاخد كم ملي. فعلى طول على اساس ان انت ممكن تشتري ازازه 20 وممكن تلاقيها 15 ملي، او ممكن 15 ملي. طبعا مش معقول الراجل يدي لك ازازه 15 ملي ويدي لك 20، هو بيدي لك 20 ممكن تلاقيها 15، فانت حضرتك تبقى واخد بالك ان في الازاز ال 20 دي ودي ازازه 15، رغم ان دي ظاهره في الحجم اكبر، بس طبعا الازاز اللي بتاعها بيكون من ايه، سميك، فبيظهر قلته. فاحنا ان شاء الله هنركب مع بعضينا اهو اللي هو الاصغر عبوه بتاعته ممكن تلاقيها، ده بيتحط قلم في الجيب. او اول حاجه هنبدا فيه في الشرح ان شاء الله اللي هو هنقول بتركيز، هنبدا بالتركيز، يعني هنعمل 10 ملي بتركيز 30%، 30%. على بركه الله هنبدا، على اساس حضراتكم تبقوا عارفين معايا. يبقى احنا مطلوب احنا بنقول بس الحاجات اللي هي متداوله في السوق، الناس تبقى عارفه. مطلوب الزجاجه هنسميها ازازه، هي مصنوعه من البلاستيك، 10 مللي، 10 مللي. قلتوا لحضراتكم دي حجمها، دي حجمها كام يا جماعه؟ 10 مللي. التركيز كام؟ المطلوب عندنا تركيز، هنقول تركيز 30%، 30%. طيب دايما قلنا في سلسله الفيديوهات اللي احنا قلنا عليها قبل كده، قلنا دايما يا جماعه بنركز على الكلمة اللي هو التركيز المطلوب ده انا عايزه. الناس اللي عندها خبره، معلش انا بكرر الكلام على اساس ان ممكن واحد يبدا يفتح فيديو لوحده منفصل فما يعرفش التفاصيل، فانا بضطر ان انا اقول التفاصيل على كل فيديو على اساس ان كل فيديو منفصل عن الثاني فيعرف. يعني ال 30% مجرد ما يبص لكلمه 30%، الناس اللي عندها خبره بيقول ايوه 30%، يعني 30. احنا قلنا الرقم 30 ده زيت، كلمة الرقم 30 ده الزيت العطري، ده الزيت العطري، ده بدا في المية، ده العطر النهائي اللي هو البرفيوم النهائي، ده العطر الناتج النهائي. طيب يبقى 30 ده زيت عطري، والمية دي اللي هي بتفيد التكرار العامد في المية، ده الناتج النهائي. لو قلنا 30 خدناها من 100 هيطلع عندي كام فرق بينهم؟ كام؟ 70. ايوه، يبقى ده نسبة الكحول الإيثايل المضافة أو كمية الكحول الإيثايل المضافة. يبقى هنقول على طول مجرد ما واحد يشوفها يقول 30 زائد 70 اداني 100، ويبدا يشوف الكميه اللي هو عايزها كام، بيحطها تحت رقم ال 100 وضرب على طول. للتاكيد وعايز يعرف اكتر، احنا بنقول على اساس يستخدم عنده، يتعلم مربع برسم سهل وبسيط ما فيهوش اي مشكله، اي واحد ممكن يعمله كده في الاجنده عنده ويكتب الحاجات اللي هو عايزها، هو هيعملها مره واحده بعد كده خلاص عرف، مش كل مره يقول انا استخدم مربع برسم وكده، لا، ده هو بيعرفها وعرف التركيز خلاص، عرف الازازه دي بتاخد كام ملي على طول، ما فيهاش مشكله. فهيرسم مربع برسم، مربع برسم، بيقول لي ارسم مربع برسم، ادي رسمنا مربع برسم اهو، حضراتكم رسمناه. بيقول لي حط
يبقى اول حاجه بقول له ارسم مربع، رسمنا مربع بس، بقول له حط التركيز المطلوب في منتصف المربع. التركيز المطلوب عندي كام يا جماعه؟ ايوه 30، انا عايز 30، انا عايز الازازه اللي هي الصغيره دي اعملها بتركيز 30%. طيب يبقى كتبت 30، بقول لي حط يعني ضع الماده الاقل في التركيز على يسار المربع والى اسفل. هو هنا يقصد احنا هنا في العطور عموما واحنا بندرب على مربع بيرسون، الماده الاقل في التركيز هنا اللي هو الكحول. الكحول مش انت اقصد التركيز، يعني احنا قلنا التركيز الكحول لا المستخدم من 95 ل 96، ما اقولش ان هو ده ما اقصدش التركيز الكحول نفسه، احنا بنقول تركيز الكحول او نسبه الزيت العطر في الكحول اللي هو المستعمل اول مره اللي هو النقي، فبنقول ما فيهوش اي حاجه من الزيت العطري، يعني انا جايب كحول كحول سائل نقي فما فيهوش اي نسبه من الزيت العطري، فبكتب صفر من الكحول، يعني تركيز الكحول تركيز الزيت العطري في الكحول اللي انا شاريه ما فيهوش اي زيت عطري، فبقول 0%. طيب الزيت العطري نفسه كام يا جماعه؟ الزيت العطري تركيزه 100%، يعني يكون نقي نظيف مش مغشوش مش محطوط عليه اي زيوت تانية اللي هي زيوت تخففه ولا اي حاجه، مثلا بيتحط عليها زيت بارفين او جليسرين او زيت جوجوبا، يعني الزيوت اللي هي الناقله عموما اللي ممكن يزود بيها الزيوت العطري، فبقول ده زيت عطري. يبقى انا هنا التركيز المطلوب في نص المربع، الماده الاقل في التركيز على يسار المربع والى اسفل، الماده الاعلى في التركيز على يسار المربع والى اعلى. ببدا اخد الفروق في القراءات ما بين الحاجات اللي انا حطيتها دي. اول قطر اللي عندي القطر الاولاني ده بيقول لي خد الفروق في القراءات ما بين دول، صفر من 30 كام؟ ايوه 30. طيب ده القطر الاولاني. طيب القطر الثاني بقول له ايوه القطر الثاني اهو 30 من ال 100 كام؟ 30 من 100 70، 30 من 100 70، يبقى طلع عندي 70. يبقى مربع بيرسون ايوه جاب لي النتيجه، بقول لي خد 30 من الزيت العطري وبعدين ضيف عليهم 70 من الكحول، يبقى انت عندك 30 من الزيت العطري ضيف عليهم 70 من الكحول، الناتج النهائي هيكون 100 اللي هو عطر. 100 ايه؟ ممكن 100 مللي 100 لتر على حسب الحجوم الوحده اللي انت مستخدمها، سواء وحده حجوم او وحده اوزان، سواء كانت شغال بالكيلو او بالجرام او بالسنتيمتر مكعب، لان ده طبعا او بالملي، احنا دايما في السوائل يا جماعه بنشتغل بالملي، في السوائل عموما بيشتغل في الملي ده وحده حجوم، انما بالنسبه للاوزان معروفه الجرام ومضاعفاته، جرام ربع كيلو نص كيلو كيلو على حسب ما انت عايز، بس احنا اولنا جرام وبعدين كيلو، خش بقى في الحاجات الثانيه اللي هي وحدات الاوزان عموما، انما ده انا حجوم بنشتغل بالملي. طيب طلع لي مربع بيرسون بيقول لي خد، او المعادله اللي طلعت اساسيه اللي عندي هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي كل 30 من الزيت العطري، من الزيت العطري ضيف عليهم، احنا عامل المربع من المعادله، ضيف عليهم 70 من الكحول على اساس هيطلع عندك كام؟ هيطلع عندك 100 اللي هو ايه؟ عطر نهائي، 100 اللي هو العطر النهائي. طيب حضراتكم ما فيش فيه لخبطه، اي كميه حضرتك عايزها حطها تحت ال 100، ايا كانت الارقام مش هتفرق معاك، وهتطلع لك برضو الارقام برضه على حسب الكميه اللي انت حضرتك حطيتها هنا. بنقول له طيب انا ما عنديش 100، انا مش عايز 100، انا عايز كام؟ انا عايز 10 مللي، انا عايز 10 ايه يا جماعه؟ مللي. بقول له انا عايز 10 مللي بس، اللي هي الايه؟ اللي احنا اتفقنا عليها العبوه الصغيره، ما احنا نسال يا عم انت تجي لي تقول لي على 10 مللي، ما هي 10 مللي دي في عبوات صغيره كده يا جماعه في بعض المحلات موجوده، والعميل بياخدها بيحطها في جيبه وبيبدا ايه؟ عند اللزوم بيستعملها، سواء كان في مسجد او رايح مشوار او كده، بيبقى شكلها ظريف وزي القلم كده، مفيش اي مشكله نهائي. طبعا مش هيعملها عشوائيه، ممكن مثلا يحط عليها بال 2 3 سم زياده، طبعا هو اللي هيخسر، بيحطها اقل يبقى مثلا يعني شال حق الزبون يبقى او العميل، فما ينفعش. فبنقول طيب ال 10 مللي دي هتيجي من كام؟ من كام من الزيت العطري؟ بنقول زين، هنرمز لها بالرمز زين، يعني انا معلش عارف الكميه كام، يبقى بقول له زين دي اللي هي كميه الزيت العطري، كميه
كميه الزيت العطري اللي هو المطلوب للحجم اللي هو 10 مللي هيساوي ايه؟ مفيش فيها لخبطه يا جماعه، هناخد ايه؟ طرفين في وسطين اهي، حاجه ظاهره مفيش فيها اي مشكله خالص، بقول بيساوي كام؟ 30 ايوه في كام؟ في 10، 30 في 10 على كام يا جماعه؟ على ال 100 اهي، 30 في 10 على 100. هنقول يساوي بطاير الصفرين اللي فوق مع الصفرين اللي تحت، ده وده بيطير مع ده وده، بيتفضل لي 3 مللي، يبقى طلع لي 3 مللي، هياخد 3 مللي، بيقول لي خد 3 مللي على اساس يطلع الازازه تركيزها 30%. طيب واحد برضو مجرد ان هو النظر هيقول الله، طب ما 3 مللي من ال 10 فضل لي كام يا جماعه؟ ما على طول هيقول له اه 7، ما 3 من ال 10 طلع كام؟ 7، ايوه ايوه كملهم 7 كحول، هو طبيعي حطهم في الازازه اللي عنده، حط 3 مللي، 3 مللي هروح نكملها على طول بالكحول، كميه الكحول اللي هو كملها دي كام يا جماعه؟ 7 مللي، هو حط 3 مللي فرضا جمله عاديه هنا كده، ايوه وكمل عليهم الايه؟ بكمل على طول زي كده، بس عايز يتاكد يعرف انا بنقول ليه التعليم والمعرفه، يبقى طلع 3 مللي. طيب يبقى احنا عرفنا كميه الزيت العطري اللي احنا عاملينه، له اصغر ازازه عطر ممكن تلاقيها في السوق. طيب بينا بنقول هنكرر المعادله على اساس ان احنا ايه نشوف نطلع كميه الكحول اللي هو 30 زيت اللي هو زين، يعني هنختصر شويه، زائد 70 كاف اللي هو كحول يعني هيدينا كام؟ 100 عين. انا بختصر كده حاجات كده الناس تصحصح معايا كده على اساس كل واحد يعرف، يعني الناس معلش يعني ايه ما مش عايزين واحد يكون مغزى مكتر في الفول ولا حاجه ولا في الطعميه تبقى تطلع على دماغه كده ما ايه ما يركزش معايا، ركز معايا وانت صحصح معايا كده شويه، خلي الايه التروس اللي عجله تشتغل شويه، قصدي المخ تشتغل شويه. يبقى نقول ايه هنا؟ يبقى انا ال 100 ال 100 اللي عندي انا مش عايز 100، ده المعادله الاساسيه على فكره، ده المعادله الاساسيه اللي عندي. انا هنا مش عايز 100، انا عايز كام؟ 10 مللي. بقول له 10 مللي دي هتيجي فيها كام؟ جا من كام كحول؟ بقول له كاف، بقول له كاف اللي هي كميه الكحول اللي عندي، يبقى كاف اللي هي كميه الكحول اللي هي كحول الاسيل، يعني كميه الكحول المطلوبه عندي اهي بتساوي يا جماعه برضو باخد طرفين في وسطين، طرفين في وسطين، بقول له 70 في 10 على 100 اهي، 70 في 10 على 100، 70 في 70 في 10 على كام يا جماعه؟ على 100. بقول له بطير الصفرين اللي تحت مع اللي فوق اتفضل لي 7، بقول له 7 مللي، 7 مللي منين؟ من الكحول، يبقى انا خدت 7 مللي. حضراتكم لو جمعت 3 مع 7 هيطلع لي كام؟ ال 10 اللي هم في الازازه اللي قلنا لحضراتكم دي ازازه مطلوب ان انا اعملها او اصغر ازازه ممكن اركبها. يبقى ما فيش حد استغرب يقول ده دي انت بتقول تركيزات صغيره اللي هو احجام، لا، لان في السوق في احجام يا جماعه صغيره، وهنشتغل بعد كده على ازاز برضو 15 على اساس يبقى لينا يعني دي مرجع لينا اللي عارف خلاص مش في مشكله. الناس اللي عايزه تعرف، في ناس كتير برضو عايزه تعرف وتتعلم، وكلنا بنتعلم من بعض مش عيب، وفوق كل ذي علم عليم يا ربنا سبحانه وتعالى، احنا يعني بنعلم بعضينا يعني. ده كان موضوع النهارده، حضراتكم ما تنسوناش بالاشتراك في القناة، وأنا بكبر بيكم وأنا سعيد لأن واخدها هواية يعني بشتغل بعد المعاش وكده، وحاجات اتعلمناها في حياتنا العملية وفي حياتنا العلمية، فبنقولها للناس على أساس الشباب يتعلم، ممكن حد تنفعه في يعمل له مشروع، يعمل له أي حاجة، يجتهد في البيت ويبدأ يسوي على منصات التواصل الاجتماعي، يعني بتكون مصدر رزق وخير ليه. ده كان موضوع النهاردة، معلش انا اسف طولت عليكم، تحياتي لكم ودمتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.